لي زميل من طلاب العلم يقول أن أعلى الأدلة هو العقل. يقول أن أعلى الأدلة هو العقل، كيف أنصحه؟ ما هو أعلى الأدلة هو العقل، العقل من الأدلة، أما أنه أعلاها لا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل من وقع في ناقض من نواقض فيه أشياء لا يدركها العقل، أشياء لا يدركها العقل، ولكن على العبد أن يؤمن بها، ولو لم يدركها عقله ما دام صح الخبر بها فيؤمن بها ولو لم يدركها عقله تصوره. نعم.